الحروق الكيميائية. إصابة العين بمادة كيميائية تحدث نتيجة تعرض شخص ما إلى منظفات سائلة مثل كلوريكس أو فلاش، مبيدات الحشرات، مواد الطلاء والتنر، تلوث العين بمادة قلوية أو حمضية. الأعراض والعلامات: ألم شديد وحارق في العين المصابة، دموع غزيرة من العين المصابة، حكة شديدة واحمرار في العين، تورم واحمرار للجلد حول العين ووجود آثار للمادة الكيميائية، زغللة وعدم وضوح الرؤية بالعين المصابة عند محاولة فتحها. كيف أتصرف؟ طمن المصاب. ضع العين المصابة أسفل حنفية يجري منها ماء بارد لمدة 10 دقائق على الأقل، واحرص ألا تتلوث العين السليمة بالمادة الكيميائية.